تذكر شيء قد تهدر منه كثيرا دون أن تنتبه. اذكر لي شيء واحد قد تهدر منه كثيرا دون أن تنتبه، فما هو هذا الشيء؟ ما الماء. الماء، برافو عليك، برافو. والماء جاء ثاني احتمال. خلي نشوف استاذ حسين اذا قدرت تعرف اول احتمال نجي وياكم. الموارد الطبيعية، نقدر نقول الموارد الطبيعية. لو لازم نخصص شنو الموارد الطبيعية؟ لازم تحدد لي واي موارد طبيعية. وقت ما عندك. نفط مثلا. نفط. نفط. النفط، الوقود. نعم، ولكنه احتمال أوطأ. إذا تفضل أخ حسين. ويلا أخ حسن خل نجي وياكم. أخت مروة، مثل ما قال الأخ حسن، إحنا الماء نهدر دون أن ننتبه، والماء شيء مهم. إذا ما هي الأشياء المهمة التي في حياتنا نهدرها دون أن ننتبه علينا؟ الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية. الكهرباء، صح، الكهرباء، الطاقة الكهربائية. وخلي نشوف أخت إسراء احتمال. ممكن تكون يعني راحة الجسم. راحة الجسد. ايه؟ الجسد. ايه؟ يعني شنو يعني راحة الجسد؟ يعني حددي لي راحة الجسد كلمة مطلقة، لربما أكو شيء مهم بالجسد. شنو النهدرة؟ يعني مثلا نهدر بالمشي. بالمشي؟ ايه. المشي؟ المشي. المشي خطأ، وخطأ أول. ألا تعتقدين أنه المشي والجري والركض هي رياضة؟ بالعكس تنفعنا؟ تنفعنا، مو نهدرها. صح. احنا بحاجة إلها. وحسين شو تقول؟ المال. ها؟ المال. المال. نعم، المال. والماء والكهرباء والوقود. ونعود من جديد، شو تقول؟ الصحة. الصحة. جميل. باقي عندنا 3 احتمالات، ركزوا جيدا، وكل الموجود لازم يركز. أخت مروة، طاقة الجسم، إنه أحمل الجسم فوق طاقته، فأهدر طاقة وأجهد. نهدر طاقة. إجهاد الجسم. إذا جهد يعني هدر الطاقة؟ يعني نقدر نقول، ما أعرف أنا، حددي لي أنت حتى لا أروح خطأ. يعني هو طاقة الجسم إنه أهدرها بدون ما أنتبه أو أفقد شيء من طاقته. هدر طاقة الجسم.